ليك بعد فترة غياب، فترة غياب طويلة وطويلة جدا جدا جدا. محمد فضل بيقول تصريح عنيف جدا وضربة موجعة وقوية غير مباشرة لرئيس نادي الزمالك في تصريحاته على أحد القنوات والإذاعات. صرح تصريح في منتهى الأهمية، ضربة ضربة يعني وش رجليه كده ولا بوش ايديه الخارجي موجع. قال ايه بقى؟ قال لك اتحاد كرة القدم المصري لا يتعنت مع اي من الاندية. واحد. اتنين، اتحاد كرة القدم المصري او اللجنة الخماسية المؤقتة المنوطة بإدارة اتحاد الكرة المصري في الفترة ديت، لما جينا استلمنا لقينا فيه 40 مليون جنيه متأخرات ومستحقات على الأندية. فمن ضمن أهدافنا إن إحنا عاوزين نحصل ال 40 مليون جنيه دول، تمام؟ أدي اتنين. قال لك راسلنا كل الأندية، كل الأندية اللي عليها مديونيات، قلنا لهم إيه؟ هاتوا الفلوس اللي عليكم. أدي تلاتة. قال لك في بعض الأندية كان عندها أزمات مادية فبالتالي ما دفعتش، ماشي. طب إيه الإجراء البديل؟ هم داخلين على القيد بتاع يناير، فعلشان يقيد في يناير لازم يسدد اللي عليه. طب هو ما معهوش فلوس يعمل ايه؟ قال لك المدير المالي لنادي الزمالك مضى على اقرار بيدي الحق لاتحاد كرة القدم المصري في انه ياخد الفلوس بتاعت نادي الزمالك في الاتحاد الافريقي، تمام؟ يبقى مضى على ما يثبت احقيه المدير المالي لنادي الزمالك. المدير المالي لنادي الزمالك ماضي في اتحاد كره القدم المصري على ما يثبت احقيه اتحاد كره القدم المصري في اي فلوس مستحقه لنادي الزمالك عند الاتحاد الافريقي. يعني ايه؟ يعني الفلوس بتاعت النادي الزمالك عند الاتحاد الافريقي احنا هناخدها، وماضيين على كده المدير المالي بتاع نادي الزمالك علشان يعرف يأيد الصفقات بتاعت يناير. يعني اذا ما يشيعه رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك عن محاربه عمرو الجنايني لنادي الزمالك خالي تماما من الصحة. كلام مش مظبوط، وكل ما تم وصف عمرو الجنايني بيه مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ المدير المالي بتاع نادي الزمالك ماضي على كده، ومحدش يطلع يقول لي مضى من غير ما معتضى منصور يعرف. محدش يجرؤ، انا بقول لكم اهو، محدش يجرؤ مش عارف ده، محدش مش عارف يخش فين لما يرفع سماعه التليفون عليه او يستاذن منه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا هنهزر ولا هنضحك؟ فطالما انت مودي المدير المالي وماضي على الورقه ديت في اتحاد الكوره، وعارف كويس ان الفلوس بتاعه الاتحاد الافريقي هتخش على اللجنه الخماسيه وهتخش على اتحاد الكوره عشان المديونيه اللي عليك ما سددتهاش، ليه طالع تشوه مواقف عمرو الجنايني؟ اقول لكم ليه ولا ما اقولكوش؟ عارفين ليه ولا مش عارفين؟ انا هقول لكم طالع بيعمل كده علشان يؤكد كلام العبد الفقير الى الله اللي قاعد قدامكم. كلام العبد الفقير الى الله اللي قاعد قدامكم اللي هي ايه؟ ان مفيش حد محترم في نادي الزمالك بينور والناس ممكن تبص له انه ممكن يبقى رئيس لنادي الزمالك الا لما بيخلص عليه توسعة لنفسه ولكيشه وميشه، او لكيشه بس. هو ده بيؤكد على الكلام اللي انا قلته.
فبالتالي تلك الامور ما ينفعش ان هي تدار بالمنظر ده. احنا انت بتدير مؤسسه كبيره، بتدير مؤسسه محترمه، لابد في اجراءاتك، لابد في تصرفاتك ان يبقى عندك القدر الكافي من المصداقيه، خاصه لما تطلع تخاطب الراي الايه؟ الراي العام. خاصه لما تطلع تخاطب الراي الايه؟ العام. النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك ساحة عمرو الجنايني عن طريق تصريح لمحمد فضل. مستر كارتيرون عمل بعد الاحداث بقى اللي حصلت، تأجيل ماتش المصري و و و الى اخره، جه عمل جلسة مع سامي الشيشيني وامير عبد العزيز، ابتدوا يعيدوا تاني صياغة الوحدة التدريبية. في مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة اتدربت تدريبات خاصة. عبد الله جمعة مثلا على سبيل المثال خد فقرة تأهيلية خاصة، جري حوالين الملعب وبعد كده جيم، ومجموعة من التدريبات الخاصة لحراس المرمى تحت قيادة عمرو عبد السلام، وبعد كده دخلوا في المجموعة الأساسية يعني اتمرنوا لوحدهم، بعد كده دخلوا في وسط الفرقة، وبعد كده برنامج تدريبي خاص لجنش وطارق حامد وفرجاني ساسي وعبد الغني وشيكابالا داخل جيم النادي. لسه بيشوفوا الامور اللي جايه هترسي على ايه فيما يخص بطوله الدوري الممتاز. ديت كانت معظم اخبارنا النهارده. بكره بمشيئه الله تعالى كل ده هنجاوب عليه، يعني ما خلاص في فترة توقف جاية كده وخلاص، ولا المنتخب حتى هيلعب ولا بطولة، كنا هنبقى معاكم بقى في ايه، في بعض الاخبار بتاعت الناس اللي بتتكلم، هو ليه بيشتم الخطيب، ليه التوريث، ليه مش عارف ايه، من هو كيشو. كيشو ده الولد الكبير، ابنه الكبير، ابنه الكبير، تمام. ف ان شاء الله باذن الله بكرة بمشيئة الله تعالى، تمام. تابعونا في كلمة حق في زمن عيلي فيه صوت الباطل على قناتكم تامر عبد الحميد. تصبحوا على خير.